مساء الخير، معاكم دكتور محمد القصبي. انا مدرس واستشاري جراحة الأوعية الدموية في جامعة المنصورة، وبوست دكتور فيلو في جامعة جولوي في ايرلندا. حصل على الدكتوراه في تخصص الأوعية الدموية وفي موضوع تمدد الشريان الأورطية والتريبل اي. النهاردة هنكلم دكاترتنا عن قصة التريبل اي، ايه الابديتس اللي موجودة عنها اليومين دولت. التريبل اي زي ما انتم عارفين مرض بيصيب الميلز اكتر من الفيميلز بنسبة كبيرة، توصل لستة لواحد، والانسيدنس بتاعه بيبقى دايما اكتر في الايج above 50 years of age. للأسف مصر مفيش فيها سكرينينج بروجرام للتريبل اي، فاحنا بنعتمد على الانسيدنتال فايندنج للايسيمتوماتيك تريبل اي. غالبا البيشنت بيبقى بيعمل ابدومينال الترا ساوند عشان بروستات او عشان كوليسيستايتس او عشان اي حاجه تانية عند حد من زمايلنا بتوع البطن او الاشعه، وبيكتشف قصه ان هو عنده تريبل اي. النورمال ديامتر بتاع الانفرينال ايورتا زي ما احنا عارفين هو 2 سنتيمتر، والانديكيشن فور انترفنشن فور انفرينال تريبل اي زي برضو ما احنا عارفين هو 5.5 سنتيمتر فور ميلز اند 5 فور فيميلز، or whenever it's symptomatic، لما البيشنت بيبقى عنده complaint of abdominal pain, back pain that is related to the aneurysm, or presents with trash feet with distal embolization, or unfortunately with rupture. عشان المورتاليتي ريسك من الرابشر تريبل اي از فيري هاي، و ايفن وذ ادفانسمنت ان سيرجري وانستيزيا والاندوفاسكولار تريتمنت، لسه السرفايفل بتاع الرابشر تريبل اي اقل من 50%. عشان كده دايما احنا بنفضل ان احنا نشتغل على الحاجات دي electively، لانه السكسس ريت ممكن يوصل لفوق ال 98%. زي ما انتم عارفين برضو انه الكونفنشنال تريتمنت بتاع تريبل اي كان هو الاوبن سيرجري، وده اللي كان موجود في مصر وفي معظم دول العالم لحد فتره قريبه. ده زي ما كانوا بيقولوا كده الجولد ستاندرد، ان احنا بنعمل ميد لاين انسيجن وبنعمل ترانس بريتونيال او ريترو بريتونيال ابروتش، وبنعمل ايه ايرتو باي ايلياك اور باي فيمورال جرافت عشان باي باس الانيوريزم ونربير الانيوريزم ده ونمنع الرابشر بتاعه. الحقيقه ان ديت فيري اكستنسيف سيرجري، وكان بالرغم من الريزلت بتاعتها معقوله الى حد كبير، انما المورتاليتي ريت منها كان بيعمل تقريبا حوالي 5%، وكان العيان بيحتاج ادمشن تو اي سي يو يتراوح من كام يوم لاسبوع او اكتر، وكان بيحتاج فتره طويله للريكفري، وفي طبعا كومبليكيشن ريت بيوصل ل 10-15% رينجنج من المايوكارديال انفاركشن للستروك للبلمونري امبوليزم لللوكال ووند كومبليكيشنز. النهارده العالم كله بيتوجه للمينيمالي انفيزيف سيرجري زي ما بنقول، والاندوفاسكولار تريتمنت بالذات في تخصص جراحه الاوعيه الدمويه. فاحنا عندنا دلوقتي الاندوفاسكولار ايورتيك انيوريزم ريبير اللي احنا بنسميه الايفار. ده الحقيقه مش جديد قوي، هو ابتدى يتعمل عليه ترايلز من اواخر الثمانينات او التسعينات، بس هو بقى فيري ويل استابليش دلوقتي في كل حته في الدنيا. الحمد لله ان احنا في مصر كمان قدرنا نوصل ان احنا نوفر الاوبشن ده. الاندوفاسكولار ايورتيك انيوريزم ريبير عباره عن تو كاتس، سمول كاتس ان ذا جروين اريا او حتى بيركوتينيوس، بنخش بجايد وايرز وبنحط عليهم كفرد ستنت جرافتس، بتعمل باي باسنج للانيوريزم من الانفرينال سيجمنت لحد الالياكس او الفيمورالز، وبالتالي بنافويد ان احنا نعمل اي ميجور سيرجري، والقصه كلها بتبقى اشبه بالدي كيس سيرجري. البيشنت ريكفري بتاعه بيبقى سريع جدا، ما بيحتاجش اي سي يو ادمشن، وممكن يبقى ديسشارج هوم تاني يوم او بعدها بيومين على الاكتر، بعد ما بيقعد في الورد عادي خالص، ما بيحتاجش اي انتنسيف كير ولا اي سبيشال كير. كل القصه ان احنا بنضطر بس نعمل له فولو اب الترا ساوند ريجولرلي عشان نطمن عليه. زي ما قلت لحضراتكم الاندوفاسكولار ريبير بقى من الحاجات الفيري ويل استابليشد في كل حته في الدنيا، وكل ما احنا ندايجنوز الانيوريزم بدري بالسكريننج وفي سايز ريزونبل والاناتومي بتاعه ريزونبل، كل ما يبقى الريزلت بتاعت الاندوفاسكولار ابروتش احسن.
في الحقيقة different types of grafts و different types of deployment systems available في الماركت دلوقتي من أكتر من شركة، وكلهم بيؤدوا وظائف أقرب لبعضها. عشان كده العيان اللي عنده incidental finding of AAA should be referred to a vascular surgeon عشان يقدر يحدد إيه الأنسب ليه وإمتى نقدر نعمل تدخل عن طريق الاندوفاسكولار ابروتش ونعمل ريبير للانيوريزم ده. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها لحضراتكم ان احنا دايما واحنا بنعمل اكزامينيشن لاي بيشنت نحط ايدنا على بطن العيان ونطمن على الايرتيك بالسيشن ان هم مش سهل قوي ان احنا نحسها، لانه لو الايرتيك بالسيشنز فيري ايزلي بالبيتد بالذات في عيان ثن لازم نسسبكت التريبل اي ولازم نعمل على الاقل الترا ساوند عشان نطمن انه ما عندوش تريبل اي. الحاجة التانية ان احنا دايما لازم نعمل palpation للperipheral pulsations ونتطمن ان هو عنده pulses distally تحت كويسة في رجليه، في نفس الوقت نتطمن انه ما عندوش popliteal aneurysm ولا femoral aneurysm ان هما very commonly associated مع الabdominal aortic aneurysm، ولازم يبقى عندنا very high level of suspicion ان احنا نلاقي الحاجات دي during routine examination. بشكركم جدا واتمنى نكون استفدنا ولو معلومة بسيطة النهاردة، واشكركم على حسن استماعكم.